اهلا يا صغار، وش راح نسوي اليوم؟ حاسدي تجربة. مو تجربة، راح نعبي ذي البالونات حقت الماي. يلا تعالوا نجرب. يلا مو هذا اللي شريناه، ليش اشتراها؟ مالي. طيب شاك ما بكم علكة تحمسان؟ ايوه هذه علكة، علكة شراها، احلى علكة صراحة. أكثر علكة لذيذة هذه. بعد ماما أعطيني شوي من الخالق. طيب تفضل يا بيطل. تفضل يا حاتم. تفضل صومي. تفضل عبادي. حط بزبالة. وهذه البالونات، يلا قوم نعبيها. لازم ندخل هذا. ايه داخل هذا، بس انه صغير. اذا صغير فتحه صغيره حقت اللي، بس عندي طريقه راح نسويها عشان نضبطه. الحين بضبطه انا، اصبروا احنا عمرنا. اوريكم طريقه. هذه بلة تسخين. ليش بعد كل فل؟ عشان نقدر ندخل فيه حقة البالونات. بعدين راح أبليك بلية كلين. بدأ يطيحون.